وزير الدفاع الأمريكي يقول إن هدف واشنطن في سوريا ما زال هزيمة داعش. البرلمان يوافق بالإجماع على فرض حالة الطوارئ. وانفجار 3 عبوات ناسفة قرب حافلة تقل فريق دورتموند الألماني وإصابة مدافع الفريق. العاشرة مساء بتوقيت القاهرة من أونلايف، أهلا بكم. أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام إلى هذه النشرة المفصلة. وتفاصيل، قال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتس إن هدف الولايات المتحدة في سوريا ما زال هزيمة داعش، وإن الضربة الأخيرة كانت شأنا منفصلا، مشيرا إلى أنه من مصلحة الأمن القومي الأمريكي عدم استخدام الكيماوي. وأشار ماتس إلى أن إقامة المناطق الآمنة في سوريا دائما مطروح على الطاولة. من جانبه قال رئيس القيادة المركزية الأمريكية جوزيف فاتل إنه لا معلومات لديهم عن مشاركة إيران في الهجوم الكيميائي، مؤكدا أن قواته تتخذ إجراءات صارمة لحماية قوات التحالف الدولي في سوريا. وصل وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إلى مطار فانوكوفو في موسكو، وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت أن موسكو تسعى إلى التعاون البناء مع واشنطن، وأنها تفضل تخفيف التوتر الدولي وليس تصعيده، معربة عن أملها في محادثات مثمرة مع وزير الخارجية الأمريكي. لم تمر سوى أيام قليلة على قصف القوات الأمريكية مطار الشعيرات السوري، ليخرج وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون منددا بالدعم الروسي لسوريا في إعلان عن صدام جديد ومباشر يزيد حالة التوتر التي لازمت العلاقات الأمريكية الروسية على مدى عقود. رسالة غربية يحملها وزير الخارجية الأمريكي خلال زيارته إلى العاصمة الروسية موسكو، حيث عبر وزراء خارجية الدول السبع عن استعداد دولهم للتعاون مع روسيا لو مارست نفوذها على دمشق. نحن نريد تخفيف معاناة الشعب السوري، ونريد خلق مستقبل مستقر وآمن لسوريا، ومن ثم فإن روسيا يمكن أن تكون جزءا من ذلك المستقبل وتلعب دورا هاما، أو يمكن لروسيا الحفاظ على تحالفها الذي نعتقد أنه لن يخدم مصالحها. كان وزير الخارجية الأمريكي قد التقى وزراء خارجية مجموعة السبع الكبرى للقوى الاقتصادية في اجتماع شارك فيه حلفاء من الشرق الأوسط لصياغة موقف موحد من سوريا التي تصدرت جدول الأعمال الدولي منذ هجوم بالغاز السام أسفر عن مقتل 87 شخصا قبل أسبوع. وعلى الجانب الآخر، وفي مؤتمر صحفي مع نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الدول الغربية تحاول اصطناع عدو مشترك بينها وبين الولايات المتحدة متمثلا في سوريا وروسيا لتطبيع علاقتها مع واشنطن. نحن نعتقد أن أي هجوم كيميائي يجب أن يتم التحقيق فيه بدقة، ونحن ناشد رسميا منظمة الأمم المتحدة وندعو المجتمع الدولي لإجراء تحقيق شامل في هذه الإجراءات والاعتماد على نتائج التحقيق لاتخاذ قرارات متوازنة. وكان مركز قيادة مشترك يضم القوات الروسية والإيرانية قد أعلن أن الضربة الأمريكية لسوريا تجاوزت الخطوط الحمراء، وأن التحالف سيرد على أي عدوان جديد. تصريحات وبيانات من الجانبين تفتح الباب مجددا لعودة الحرب الباردة مع روسيا من خلال البوابة السورية، التي على ما يبدو ستكون ساحة للصراع الجديد بين القطبين الدوليين بعد أن أحدثت هذه الضربة الأخيرة توترا جديدا في العلاقات بين البلدين. ولمزيد من التفاصيل معنا عبر الهاتف أستاذ ضياء إبراهيم، كاتب ومحلل سياسي من موسكو. بداية، مرحبا بك أستاذ ضياء.
مرحبا بكم وبجميع مشاهديكم الكرام. يعني هناك زيارة لوزير الخارجية الأمريكي راكس تالرسون إلى موسكو، كيف ترى هذه الزيارة وما الذي يمكن أن تثمر عنه هذه الزيارة في ظل الاتهامات المتبادلة بين الجانبين الأمريكي والروسي، وأيضا هناك تصريحات بأن هناك توتر أو ما زال هناك توتر في العلاقة بين روسيا وواشنطن؟ بداية، الزيارة هي الأولى لوزير الخارجية الأمريكي الجديد إلى موسكو، يحمل معه الكثير من القضايا وليست فقط القضية السورية، هنالك قضايا شائكة بين البلدين أهمها أوكرانيا وكذلك ملف ليبيا وملف أفغانستان، لكن يبقى الأهم لمنطقة الشرق الأوسط بطبيعة الحال هو الملف السوري. هنالك جملة من الأمور يجب الاتفاق عليها بين البلدين، تبدأ بقضية الضربة العسكرية الأخيرة للولايات المتحدة وردة الفعل الروسية الشديدة تجاه هذه الضربة وكيف حلحلة الأزمة بالطرق السلمية الدبلوماسية التي دعت إليها الولايات المتحدة في بداية الأمر ومن ثم غيرت رأيها. أنا أعتقد سوف تكون هذه الزيارة هي خطوة لعدة خطوات تالية ستعقبها في سبيل حل الملفات العالقة وأهمها ملف السوري. طيب أستاذ ضياء، كيف يمكن أن نفسر هذه الزيارة لوزير الخارجية الأمريكي؟ هل يمكن أن نقول أن هناك يعني محاولة من الجانب الأمريكي لتحسين أو يعني تخفيف التوتر الذي حدث بين الجانبين، أم هو إقناع روسيا بالفعل بالتراجع عن دورها ودعمها لبشار الأسد؟ لا ننسى أن الولايات المتحدة بحكم سياستها الخارجية تجامل العديد من الأطراف. الولايات المتحدة لم تكن في نيتها لا في عهد الرئيس أوباما ولا حاليا إسقاط الرئيس بشار الأسد، ذلك لأنهم يعرفون تداعيات هذا الإسقاط الذي سوف يشعل منطقة الشرق الأوسط. إذا كانت إزاحة صدام حسين قد أغرقت العراق في دوامة العنف، فإن إزالة بشار الأسد سوف تغرق جميع الشرق الأوسط في دوامة العنف، وبالتالي الولايات المتحدة جاملت دول المنطقة والدول الإقليمية، أخص بالذكر هنا المملكة السعودية وتركيا في قضية ضرب سوريا. هي تريد أن تحل الملف سلميا ولكن بنفس الوقت أن تحفظ ماء وجهها أمام حلفائها لكي لا تكون لهذا الموضوع تداعيات مستقبلية وعدم ثقة بسياسة الولايات المتحدة في دعم الحلفاء. نعم أستاذ ضياء، يعني أعلنت وزارة الخارجية الروسية عن عقد اجتماع ثلاثي بين وزراء خارجية روسيا وسوريا وإيران للتباحث حول الأزمة السورية، هل هذا تصاعد من الحلفاء في الأزمة السورية ضد واشنطن وضد خططها أو ضربتها التي تمت بالفعل الأسبوع الفائت؟ معروف سياسة روسيا الخارجية احترامها الشديد للحلفاء وعدم التفرد باتخاذ القرارات، هي سوف تبحث ما توصلت إليه من مباحثات مع نظيرتها الولايات المتحدة، تبحث هذه الملفات وما تم التوصل إليه مع كل من سوريا وإيران وحتى يمكن أن تبحثها مع العراق. روسيا منفتحة على هذه الدول ولا تتفرد بأي حال من الأحوال بقراراتها حتى في الملف السوري، ورغم ضعف الحكومة السورية حاليا بسبب ما تعانيه من حرب إرهابية، إلا أنها لا تتخطى الإدارة السورية في أي قرار تتخذه، وهذا معروف لدى السياسة الروسية احترامها للبلدان وللقانون الدولي. أستاذ ضياء، يعني كيف ترى موقف الولايات المتحدة الأمريكية تجاه سياساتها الخارجية، خاصة أن دونالد ترامب كان من مؤيدي يعني التركيز على السياسة الداخلية للولايات المتحدة الأمريكية في برنامجه الانتخابي، وكانت هناك معارضات من قبل مسؤولين أمريكيين في الكونغرس وفي الإدارة الأمريكية بسياسات ترامب الخارجية، هل يمكن أن نقول الآن أن ترامب هو أصبح يعني رئيس للأجندة الخارجية أكثر من الداخلية؟ الولايات المتحدة بحكم سياستها معروفة منذ عهد نيكسون وأنها تتدخل في الأمور الخارجية، وهذه تفرض عليها بحكم قوتها الاقتصادية إضافة إلى الضغط من قبل الحلفاء. رأينا زيارات متكررة إلى الولايات المتحدة من قبل ولي عهد المملكة السعودية وكذلك من العاهل الأردني وكذلك زيارة تركية، كلها تدفع الولايات المتحدة باتجاه التدخل في الموضوع.
السوري. السيد ترامب لا يريد أن يحرج في هذا الموضوع ويظهر بمظهر الضعيف، وهو يحاول التخلص من فكرة الضعف الأمريكي التي رافقت الرئيس السابق أوباما. هو جرب حظه في هذه الضربة الأمريكية، قد تكون لها تداعيات سيئة على الولايات المتحدة، وقد يستغلها بالدفع نحو حلحلة الموضوع السوري بعد كسر حالة الجمود بين الولايات المتحدة وروسيا. وتمثلت بهذه الزيارة زيارة وزير الخارجية الأمريكي، ممكن أن تكون هذه الضربة الأمريكية هي نقطة انطلاق لحلحلة المواضيع العالمية والموضوع السوري إقليميا. طيب أستاذ، يعني كان هناك قلق من قبل أعضاء في الكونغرس والإدارة الأمريكية تجاه يعني سياسات ترامب تجاه روسيا، وأن هناك تحسن في العلاقة وتعاون في العلاقات الاستراتيجية بين موسكو وواشنطن. هل يمكن أن نقول الآن ترامب بدأ يرضي إدارته الداخلية وأعضاء الإدارة الأمريكية وحلفائه بتغير موقفه تجاه روسيا وتوجيه ضربة عسكرية دون حتى التحقيق في ملابسات هذه الضربة الكيماوية التي اتهم بها أو التي اتهم بها النظام السوري؟ هو يحاول أن يمسك أكثر من تفاحة في يد واحدة. لا ننسى أن هنالك لوب مسيطر داخل الكونغرس يدفع باتجاه الحرب. الجمهوريون أيضا معروفين بأنهم دائما من أنصار الحرب والعقل العسكري. هنالك الناخب الأمريكي أو المواطن الأمريكي الذي يعارض الحرب، وترامب لا ننسى أنه وعد بعدم دج الولايات المتحدة بحروب. إذا هنالك الكثير من الأجندات تحيط بترامب. أخيراً نعم أستاذ، أخيراً هل ترى أن هناك مستقبل لمفاوضات جنيف سواء السادسة أو المقبلة ومحادثات أستانا التي كانت تدعو دائماً إلى تثبيت وقف إطلاق النار؟ الحل السلمي دائما يلوح الأفق، وخصوصا كلما تشتد المواقف على الميدان فإن الحل السلمي يلوح به. اليوم الواقع يفرضه الميدان، من ينتصر في الميدان. لذلك أيضا كانت الضربة الأمريكية محاولة لدفع قوى المعارضة للسيطرة على بعض المواقع وتحقق تقدما في الميدان لكي تفرض أجنداتها في المفاوضات القادمة. إذا الولايات المتحدة ترسم للمفاوضات، لذلك هي تدفع بقوى المعارضة للسيطرة على الميدان نوعا ما لكي تكون متكافئة مع الحكومة السورية. إذا الحل يعني الجميع يدعو إلى حل سياسي، ولكن يعني كيف يمكن أن يتم هذا الحل السياسي في ظل الضربة العسكرية التي وجهتها واشنطن إلى القاعدة السورية الشعيرات؟ كما أسلفت لك سيدتي الكريمة أن الولايات المتحدة حاولت مجاملة وإرضاء بعض الأطراف الإقليمية. هي لا تريد بهذه الضربة أن تحقق إسقاط للحكومة السورية، لأنها تعرف أن لديها هناك تجربة ديمقراطية في العراق هي التي قامت ببنائها، وأن إسقاط الحكومة السورية سوف يؤدي إلى إسقاط التجربة الديمقراطية التي بنيت في العراق، وكذلك سوف تؤدي إلى زعزعة في لبنان، وكذلك إلى تفجيرات وما إلى ذلك في مصر. إذا باب جهنم سوف ينفتح على الشرق الأوسط، ولا تريد الولايات المتحدة أن تكون هي المتسببة بذلك بعد نكستها في العراق. لذلك الضربة كانت بمثابة مجاملة، وكذلك كانت بنفس الوقت مقبوضة الثمن. شكرا جزيلا لك أستاذ ضياء إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي، كنت معي من موسكو. أعلنت وزارة الخارجية الروسية عن عقد اجتماع ثلاثي بين وزراء خارجية روسيا وإيران وسوريا نهاية الأسبوع الجاري. يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان سفير سوريا في موسكو أن وزير الخارجية السوري وليد المعلم سيتوجه إلى روسيا قريبا في زيارة رسمية. ومن المقرر أن تركز محادثات المعلم في موسكو على تداعية الضربة الأمريكية على قاعدة الشعيرات الجوية في حمص فجر الجمعة الماضي. هذه النشرة ما زالت متواصلة مع حضراتكم، لكن بعد فاصل قصير. أهلا بكم من جديد مشاهدينا، ودائما أهلا بحضراتكم مجددا.
بحث وزير الداخلية مجدي عبد الغفار مع نظيره في حكومة الوفاق الوطني الليبي العارف صالح الخوجة سبل تبادل المعلومات المتصلة بتحركات العناصر الإرهابية بهدف إحباط مخططاتهم الرامية لزعزعة الأمن والاستقرار في البلدين. وأكد وزير الداخلية موقف مصر الثابت تجاه أمن واستقرار ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها، في حين أعرب المسؤول الليبي عن تطلع ليبيا لمزيد من الدعم الأمني المصري خاصة في مجال تدريب كوادر الأمن ورفع كفاءاتهم. وللمزيد مشاهدينا الكرام من التفاصيل ومن المتابعة، معي مباشرة من ليبيا مالك الشريف الناشط السياسي الليبي. سيد مالك أهلا بك. يعني تعتقد أنه هناك جوانب مهمة للتعاون الأمني بين مصر وليبيا، يعني هل المنطقة الشرقية تحديدا من ليبيا الآن هي في أفضل وضع أمني لها، أم أنك تجد أنه هناك تزل الأمور تحتاج إلى مزيد من الدعم والتعاون الأمني بين البلدين؟ في البداية أهلا وسهلا ومرحبا بك. أعتقد أن من يحتاج إلى تأمين الحدود الليبية هو بالفعل هو من يحتاج للتعاون مع جمهورية مصر العربية، خصوصا من الحدود الغربية لمصر وهي حدود منفذ مساعد والسلوم. لكن أعتقد أن شرق البلاد الآن هو بأفضل حال من وقت سابق، سواء كان في العام 2013 أو حتى العام 2011 وغيرها من الأعوام السابقة. ولكن في الحقيقة حتى الآن لا زالت تعاني الدولة الليبية من إشكالية كبيرة جدا، وهي في مشكلة تأمين الحدود سواء كانت غرب البلاد أو حتى شرق البلاد. في وقت سابق يعني تسللت مجموعات سواء كانت إرهابية تابعة للقاعدة أو حتى للإخوان المسلمين وغيرها، تسللت إلى داخل الأراضي المصرية، وأيضا كان هناك استهداف لعناصر القوات المسلحة المصرية لهذه المجموعات. لكن في الوقت الحالي أعتقد أن تحتاج قوات حرس الحدود الليبي وتأمين الحدود الليبية سواء كانت من شرق البلاد أو جنوبها أو غربها للمزيد من التطوير والمزيد من التدريب والمزيد من إحكام السيطرة على هذه المنافذ. لكن إن تحدثنا على شرق البلاد وهو الحدود الرابطة ما بين جمهورية مصر العربية وشرق البلاد، أعتقد أنها تعتبر في أفضل حال من وقت سابق، بالرغم من وجود بعض الخروقات سواء كانت خروقات جمركية أو حتى بعض المجموعات المتسللة. أيضا لدينا إشكالية أخرى وهي يعاني منها حتى الجانب المصري حقيقة، وهي الهجرة غير الشرعية أو العمالة الوافدة يعني بدخول غير شرعي للأراضي الليبية. هناك عدة مواطنين مصريين حقيقة يعني يتم القبض عليهم أو يتم وجودهم داخل الأراضي الليبية، سواء للأسف كانوا متوفيين سواء كانت هناك دوريات صحراوية تلقي القبض عليهم بدخولهم بطريقة غير شرعية عبر هذه المنافذ. لذلك أعتقد أن يحتاج هذا المنفذ لتطوير ولحتى يعني تشديد الإجراءات الأمنية. في وقت سابق سئل رئيس الأركان الليبي في جمهورية مصر في داخل جمهورية مصر العربية في إحدى زياراته، سئل عن تأمين هذه الحدود وقال نحن أوكلنا هذه المهمة في الوقت الحالي لجمهورية مصر العربية بسبب انشغال القوات المسلحة الليبية في الحرب سواء في مدينة درنة أو في بنغازي أو حتى في مناطق أخرى. وأعتقد أن القوات المسلحة المصرية قامت بدور كبير جدا في تأمين هذه الحدود ولا زالت تقوم بهذا الواجب، ولكن أعتقد أن لازم على الدور الليبي أو على الجانب الليبي التشديد أكثر لتأمين هذه الحدود. ولكن إن تحدثنا على مصلحة جمهورية مصر العربية في تأمين الحدود، أعتقد أن تعاني من إشكالية في غرب البلاد، وهي التي ربما تعرض مواطنين مصريين لعدة مضايقات وحتى للخطف، وربما هناك من تعرض حتى للقتل في وقت سابق للأسف على يد تنظيمات إرهابية متطرفة وحتى على يعني مجموعات تتبع للإخوان المسلمين، سواء حتى داخل مدينة طرابلس. في وقت سابق تعرضت الدولة المصرية لضغط كبير بعد إلقاء القبض على عدة مواطنين مصريين بحجة عدم وجود إقامات أو تأشيرات أو دخول غير رسمي للأراضي الليبية. وحتى كان هناك أعتقد في العام 2013 وحتى العام 2014
كان هناك مجموعات مسلحة تتبع للجماعة الليبية المقاتلة قامت بالقبض على مواطنين مصريين واستغلت هذه الأمور في ربما استبدالهم بسجناء أو حتى بالضغط على الدولة المصرية في أمور أخرى سواء كانت سياسية أو حتى عسكرية. وأيضا لا زال هذا الضغط حقيقة مستمر. هناك من يعلل هذا الموقف في غرب البلاد ومن يحكم غرب البلاد بالدور الذي تقوم به جمهورية مصر العربية في دعمها للقوات المسلحة سواء شرق البلاد أو حتى في مناطق أخرى. هناك من يعتقد أن هذا الدور المصري يجب أن يتوقف، لذلك أعتقد أن من يحكم غرب البلاد وجنوبها هو من يعني يتسبب في هذه الخروقات سواء كانت لمواطنين مصريين أو حتى لمواطنين لدول أخرى يعني تتعرض لهذا الترهيب. طيب سيد مالك، دعني أسألك إذن عن العمليات العسكرية، يعني سواء بعد تحرير منطقة الهلال النفطي أو في قاعدة تمنهنت، يعني إلى أين وصلت هذه العمليات الآن؟ يعني كيف ترقبون أوضاع المعارك العسكرية؟ يعني هل تجدون التقدم سوف ينعكس كذلك على الحياة السياسية قريبا أم أنه سيطول أمد العمليات المشتركة أو العسكرية الموجودة حاليا من الجيش الوطني الليبي؟ أعتقد أنه هو يعني الأزمة السياسية أو حتى الاقتصادية في ليبيا التي تعاني منها منذ فترة لن تنتهي إلا بسيطرة القوات المسلحة على مدينة طرابلس وإخراج كافة الجماعات المتطرفة والميليشيات المسلحة التي تحتكم إلى السلاح والتي هي من أوصلت الدولة الليبية إلى هذا الحال. ولكن إن تحدثنا على القوات المسلحة وحربها في منطقة الجفرة أو حتى في منطقة تمنهنت، أعتقد أن القوات المسلحة يعني حاولت أن لا تدخل في حرب مع ميليشيات القوى الثالثة التابعة لميليشيات مصراتة وغيرها من المدن الأخرى في غرب البلاد وحتى الممولة من جماعة الأخوان وغيرها من المجموعات الأخرى. حاولت عدة مرات تجنب هذه الحرب، ولكن للأسف القوى الثالثة ومن معها من ميليشيات سرايا الدفاع وهي التابعة لتنظيم القاعدة حقيقة تحالفت منذ فترة بسيطة في هذه القاعدة أو في قاعدة تمنهنت لصد هجوم القوات المسلحة. أعتقد أن من الأفضل للقوة الثالثة وغيرها من هذه الميليشيات التي تدعي أنها لا تحمل أفكارا متطرفة الانسحاب والعودة إلى مقراتها، وهذا ما يعني قام في وقت سابق بعدة تصريحات سواء المتحدث العسكري أو حتى القائد العام أو حتى رئيس الأركان، قال أن على هذه الجماعات أن تلقي السلاح والعودة إلى منازلهم و تسليم كل هذه المقرات العسكرية للقوات المسلحة. ولكن في الحقيقة هذه الجماعات تحالفت مع من هاجم الحقول النفطية والموانئ النفطية وتحوي حقيقة يعني ولا نحن هنا لا نتبلى فقط أو لا نتحدث علميا، هناك أفراد حقيقة تابعين لتنظيم القاعدة وهم متواجدين في هذه المناطق سواء في تمنهند سواء في الجفرة. الجفرة حقيقة تتجهز في وقت سابق ربما منذ يومين أو ثلاثة أيام، هناك معلومات تتحدث عن تجهيز قوة مسلحة لمهاجمة بعض الحقول النفطية والعودة لمهاجمة الهلال النفطي وحتى الدخول عبر يعني الصحراء لمدينة تجدابية وغيرها. ولكن أعتقد أن القوات المسلحة هي على كامل الاستعداد لصد هذا الهجوم، وأعتقد أن القوات المسلحة في هناك يعني ترتيب لاقتحام هذه المناطق سواء كانت قاعدة الجفرة أو حتى كانت في قاعدة تمنهند. ولكن ما بعد السيطرة على هذه المناطق أعتقد لن يكون هناك تأثير كبير من الجانب السياسي والاقتصادي، وكما تحدثت أن الجانب الاقتصادي والسياسي لن ينتهي إلا بإخراج الجماعات المسلحة الموجودة في مدينة طرابلس التي تسيطر حقيقة على سواء كانت منفذ يعني مطار معيتيقا العسكري وهو الذي أصبح مطارا مدنيا بعد إحراق الميليشيات المتطرفة لمطار طرابلس، وأيضا من يسيطر على مصرف ليبيا المركزي والذي أوصل الدولار اليوم في مدينة بنغازي أو في شرق البلاد أو حتى في ليبيا بصفة عامة مقابل الدينار الليبي إلى 10 دينار للأسف، وهو رقم جنوني جدا بعدما كان الدولار بدينار و30 قرش الآن أصبح ب10 دينار. وهذه أعتقد لن تنتهي هذه الأزمة سواء بسيطرة على موانئ نفطية أو حتى على منطقة الجنوب الليبي، لكن لن تنتهي إلا بالسيطرة على مدينة طرابلس وإخراج كل الميليشيات مالك المتطرفة. يعني الحقيقة هناك تصريحات تبعناها للسيد أحمد معتيق، يعني لابد أن يكون لها نوع من التحليل أو التفسير، قال إنه مجلس النواب الليبي به انشقاقات ليس له رأي جماعي، في نفس الوقت لم يلتفت كثيرا إلى شروط أو ربما المحددات التي طرحها مجلس النواب لعودة عملية الحوار السياسي. كيف تقرأ هذه التصريحات؟
شوف، هو السيد احمد ميتيج عاده ما يتحدث بدبلوماسيه نوعا ما تسمى الهروب من الواقع، ولكن اعتقد ان ما يتحدث عنه هو انشقاق داخل مجلس النواب. نعم. فحتى وان كان هناك انشقاق داخل مجلس النواب فهو بفضل ما يفعله السيد احمد ميتيج والمجلس الرئاسي وغيرها. فاعتقد في وقت سابق كنت حاضرا لاحدى هذه الجلسات، كان هناك احد النواب المدعومين من احمد ميتيج وغيرها من هذه الشخصيات في المجلس الرئاسي، قام باستئجار طائره على حسابه الشخصي ولنقل بعض اعضاء مجلس النواب من مدينه طبرق الى جنوب البلاد، وحتى قسم جزء اخر قام بنقلهم الى مدينه طرابلس حتى تتعطل احدى جلسات مجلس النواب التي كانت جلسه رئيسيه للتصويت على هذه الحكومه. وايضا هناك انشقاق حقيقي داخل المجلس الرئاسي، فما بالك داخل مجلس النواب. هو حقيقة هناك انشقاق داخل مجلس النواب، ولكن هذا الانشقاق جاء بفضل السيد أحمد ميتيج ومن معه بدفع الأموال لبعض النواب إن صحت التسمية ضعاف النفوس أو غيرها. وأيضا ما يقوم به المجلس الرئاسي حقيقة من يعني تهميش لدور مجلس النواب، وهي ليست المرة الأولى التي يقوم بها المجلس الرئاسي. مجلس النواب صوت لمرتين على إسقاط هذه الحكومة، وهذه الحكومة للأسف لا زالت حتى الآن مستمرة بالعمل، وقامت بإعلان يعني حكومة وقامت بتفويض وزراء، وكل هذا يعتقد يعني يسمى بضرب بمجلس النواب. ولكن الجانب الآخر في هذا الشقاق داخل المجلس الرئاسي الذي لم يتحدث عنه السيد أحمد ميتيك، هناك نائبين قاطعا المجلس الرئاسي منذ بداية الجلسات، وهو السيد عمر الأسود والسيد علي قطراني. أيضا هناك نائب من هذا المجلس الرئاسي خرج في مؤتمر صحفي وصف المجلس الرئاسي بأنه مجلس فاشل، وأن هذا المجلس هو الذي أوصل ليبيا إلى هذه الأزمة التي نحن نعاني منها الآن، وقال أنني أستقيل وأنني مستعد للمحاسبة أمام الشعب الليبي وأنني مستعد لتقديم نفسي للمحاكمة. واتهم هذا المجلس الذي هو ينتمي إليه سواء السراج أو حتى ميتيك بأنه مجلس فاشل ولا يعمل للمصلحة يعني العامة أو نعم، هذا مفهوم يعني في النهاية هي التصريحات التي الآن يجب أن تقرأ، لكن يجب كذلك أن يتم التعامل مع هذا الأمر بنوع من الفهم وبنوع من الحوار. شكرا جزيلا لك على أي حال مالك الشريف، ناشط سياسي الليبي، كنت معي على الهواء مباشرة من ليبيا. أكدت قيادة العمليات المشتركة في العراق أن تنظيم داعش الإرهابي خسر معظم الأراضي التي كان يسيطر عليها في البلاد. وقال المتحدث باسم القيادة إن التنظيم كان يسيطر على 40% من الأراضي العراقية، إلا أنه خسر نحو 6.5% من تلك المساحة منذ بدء عمليات تحرير الموصل. وأكد أن القوات العراقية باتت تسيطر على الشطر الشرقي بالكامل من المدينة. اندلعت اشتباكة عنيفة بحي الزهراء بمدينة حلب، حيث تسعى قوات النظام للتقدم في المنطقة على حساب المعارضة السورية. على صعيد آخر جرت اشتباكات عنيفة على جبهة برزة وحيي القابون وتشرين، اللذين تعرضا لقصف بصواريخ وقذائف من قبل قوات النظام. في هذه الأثناء أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن عسكريين روسيين قتلا وأصيب آخر الأحد الماضي جراء انفجار عبوة ناسفة في سوريا. وفي اليمن قتل 38 حوثيا وأصيب العشرات في مواجهات مع القوات الحكومية شهدتها المنطقة الواقعة بين تعز والحديدة، ترافقت مع غارات للتحالف ضد مواقع للحوثيين في المنطقة. وفي محافظة الضالع قتل 3 مدنيين وأصيب 2 جراء انفجار عبوة ناسفة. أما في محافظة الجوفة فقد قتل 13 من ميليشيا الحوثي في عملية نوعية نفذها الجيش اليمني استهدفت مواقع لمسلحي الحوثي في مزرعة العزري بمديرية المتون بالمحافظة. إلى الشأن المحلي مشاهدي الكرام، حيث وافق مجلس النواب على إعلان حالة الطوارئ بأغلبية ودون مناقشة تقرير اللجنة العامة، وأغلق النواب باب المناقشة فور فتحها ليذهب رئيس المجلس إلى التصويت على التقرير مباشرة. جاء ذلك بعد بيان الحكومة أمام مجلس النواب بشأن مبررات فرض حالة الطوارئ، والتي أكد فيها أن جهات عدة تقف وراء الهجمات الإرهابية الشرسة التي ضربت كنيستي ماري جرجس بطنطا وماري مرقس بالإسكندرية.
موافقة مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية بفرض حالة الطوارئ في عموم البلاد جاءت بسبب قناعة أعضاء البرلمان بأن عمل قوات الأمن في ظل قانون الطوارئ سيمكنها من تفكيك العديد من التنظيمات الإرهابية وتكثيف منابع تمويلها وكشف اتصالاتها تمهيدا للقضاء عليها. علينا أن نحمي الوطن، وهذه مسؤولية أخلاقية ودستورية، والطوارئ لن تكون مثل الماضي حيث فرضت لمدة 30 عاما دون أن يكون هناك داع لذلك. والطوارئ تستهدف مواجهة مجموعة ضالة، وسيطبق القانون على الجميع ومنهم الإعلام أيضا. بهذه الكلمات أعلن الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب عن موافقة المجلس رسميا على قرار رئيس الجمهورية رقم 157 لسنة 2017 لفرض حالة الطوارئ بالبلاد لمدة 3 أشهر. وكانت اللجنة العامة للبرلمان قد وافقت عصر اليوم وبالإجماع على فرض الطوارئ في مصر، مؤكدين ما جاء في بيان مجلس الوزراء بأن مصر تواجه حاليا هجمة إرهابية شرسة تستهدف النيل من استقرار الوطن وسفك دماء أبنائه دون وازع من ضمير. تلك الأعمال الإرهابية الآثمة والخسيسة التي ارتكبها إرهابيون مارقون عن الدين أعداء للإنسانية والوطن قد باتت حتما ويقينا تستوجب اتخاذ إجراءات استثنائية كي تتمكن الدولة من حشد قواها وتوفير الإطار القانوني المناسب. ورأى أعضاء البرلمان أن عمل قوات الأمن في ظل العمل بقانون الطوارئ سيمكنها من تفكيك العديد من التنظيمات الإرهابية وتكثيف منابع تمويلها وكشف اتصالاتها مع استئصال شأفة الإرهاب، فكان لزاما إعلان حالة الطوارئ سريعا في كل أنحاء الوطن للحفاظ على أمن الوطن وسلامة مواطنيه. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد دعا قبل يومين إلى فرض حالة الطوارئ عقب تفجيرين إرهابيين استهدفا كنيستين بطنطا والإسكندرية وأسفر عن وفاة 45 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 100 في يوم وافق الاحتفال بأحد السعف. ليأتي تأييد البرلمان بشكل كامل للدولة المصرية ودعمها بأية قرارات أو تشريعات تساعدها في حربها ضد الإرهاب، مع مطالبة الأعضاء في نفس الوقت بضرورة مراجعة الخطاب الديني والثقافي وتحمل المجتمع بكافة مؤسساته للمسؤولية في مواجهة الإرهاب، خاصة وزارات الأوقاف والثقافة والإعلام لتعمل بشكل أكثر حيوية لمحاربة الإرهاب والتطرف الديني. ونص القرار الخاص بإعلان حالة الطوارئ على 5 مواد. الأولى إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر اعتبارا من 1 مساء الاثنين 10 أبريل، والثانية بتولي القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة الإرهاب وحماية الممتلكات العامة والخاصة، والثالثة تفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية بشأن حالة الطوارئ والمعاقبة بالسجن لكل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية، وأخيرا نشر القرار في الجريدة الرسمية. وإلى الأخبار العالمية مشاهدينا الكرام، حيث في ألمانيا وقعت 3 انفجارات قرب حافلة تقل فريق بروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، ما أسفر عن إصابة لاعب الفريق مارك بارترا اللاعب المدافع الإسباني، حيث أكد النادي إصابته ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، لكنه قال إن الإصابة غير خطيرة حيث جاءت في ساعده. وأعلن دورتموند إرجاء مباراته ضد نادي موناكو المقررة اليوم إلى الغد ضمن دوري أبطال أوروبا. وقال المتحدث باسم الشرطة إن 3 أبوات نصف انفجرت عندما تحركت الحافلة من الفندق إلى الملعب الذي يستضيف مباراة الفريقين في ذهاب الدوري ربع نهائي. ينضم إلي مشاهدي الكرام لمزيد من التفاصيل عبر الهاتف حسين نجاح مدير مكتب الأخبار في برلين. أستاذ حسين أهلا بك، يعني كيف ألقت هذه الحادثة بظلالها؟ يعني حتى وإن كانت غير مؤثرة لكنها تأتي في إطار حالة القلق التي تجتاح عديدا من الدول الأوروبية بأي حال. بالطبع الحادث وإذا كان ليس بالخطورة الكبيرة لأنه تأثيره طبعا قوي جدا، بيزيد من حالة الخوف والمنتشرة في غالبا في أوروبا وفي ألمانيا على وجه الخصوص بعد العديد من الحوادث اللي حصلت في الفترة الأخيرة. الشرطة طبعا بعد الحادث يعني أطلقت عملية بحث كبيرة وموسعة، حتى إن هم أطلقوا طائرة بدون طيار في المنطقة اللي حصل فيها التفجيرات عشان مزيد من التأمين. الشرطة أعلنت منذ قليل إنه ما فيش أي مؤشر بيشير إن العمل إرهابي،
الا ان هم اتخذوا جميع الاحتياطات اللي ممكن لمواجهه اي احتمال غير محسوب. مفيش اي مؤشر يدل على انه ارهابي؟ يعني ثلاث ابواتنا صفه وليس ارهابيا، يعني يبدو الامر برضو يعني ليس رياضيا موجها ضد احد الفريقين. يعني ربما يكون من احد الجماعات المتعصبه للفرق، ممكن هم طبعا ما قالوش تفاصيل، بس قالوا ان ليس هناك اي مؤشرات على ان العمل ده عمل ارهابي حتى اللحظه. يعني يعني ليس هناك دليل على انه ارهابي، لكن ربما الامور يعني حتى في الكره مهما بلغ التعصب يعني لا يصل الى حد التفجير. و طيب اذا يعني بفرض انه ده مقيل منهم. تصريحات الشرطه حضرتك بتنقلها. بالظبط. خليني اسال حضرتك يعني ربما هذه اذا عمليه نوعيه، نقله شكل نوعي، يعني حتى ليست مساله دهس ولا اطلاق نار ولا تفجير في احد المكان، يعني هناك نوع من التطور لاحداث المزيد من القلق على كل المستويات بشكل او باخر. اسالك يعني هناك بادره من بروسيا دورتموند لمشجعي موناكو، قال لهم انه يمكن ان يبيتوا في ضيافتهم حتى مباراه الغد في بعض الفنادق. اليس هناك تخوف وقلق، اتحدث عن المناخ العام، من مزيد من الاعمال العدائيه دعنا نسميها كذا التي يمكن ان تقع الليله او غدا؟ كيف هي احوال التامين على الاقل؟ بالطبع ما هو ده السبب ان انا بقول لحضرتك ان في تشديدات امنيه كثيره، وفي يعني ان هم يطلعوا طياره بدون طياره تعمل تمشيط للمنطقه اللي حصل فيها التفجيرات وحوالين الاستاد وحوالين الاوتيل. ما هو ده مزيد من التشديد. هم كمان منعوا الجماهير تخرج بعد الاعلان عن الحادث، يعني فضلوا فتره منعين الجماهير تخرج لحد ما يتاكدوا تماما ان تمشيط المنطقه مؤمنه. وتمشيط المنطقه بتبقى مؤمنه تماما عشان تحسبا لاي شيء ثاني قد يكون مخبأ هنا او هناك. لان طبعا الثلاث عبوات ودي اول مره، او يعني دي زي ما حضرتك بتقول عمليه نوعيه مختلفه من استهداف اللعيبه. ممكن يكون مقصود برضو استهداف الجماهير. فهم كان التامين لحتى الان تم. اتحدث عن المزيد من الاجراءات الامنيه في مباراه الغد اذا، يعني وقع اليوم ما يخيف. طبعا بالطبع اكيد ان هو هيكون في تامين اكثر. هم لسه ما فيش كلام على اي حاجه. طبعا كل الكلام بيدور ان العبوه كانت كمان، هي طبعا ما كانتش مثبته في الحافله. هي كانت مزروعه في منطقه يعني بتركن فيها الدراجات والسيارات، يعني المكان اللي هو الباركنج يعني قريب من الاوتيل. يعني يا دوبك هي الحافله تحركت ومرت، كانت على طريق وحضرت. يعني كانت الحافله تسير في هذا الوقت الذي وقعت فيه الانفجارات الثلاثه او الابوات الناسفه. كانت تحركت بعد ما تحركت من امام الفندق بلحظات وحصل التفجير، وتسبب عن التفجير انه تهشمت نوافذ الحافله، وغالبا المدافع اصيب من الزجاج المتطاير من النوافذ يعني. نعم. شكرا جزيلا. ده كل النقيل يعني. شكرا جزيلا. وطبعا هنتابع من النهارده حتى الغد بطبيعة الحال. مدينة دورتموند الألمانية، بل ربما عموم ألمانيا وأوروبا، يعيشوا حالة من القلق بشكل أو بآخر، ونتابع مجريات المباراة غدا إن شاء الله. شكرا جزيلا لك حسين نجاح، مدير مكتب الأخبار في برلين. شكرا أستاذ حسين. أعرب وزير المالية الألماني عن مخاوفه إزاء قيام ديكتاتورية في تركيا في حال الفوز بنعم في الاستفتاء على توسيع صلاحيات الرئيس المقرر الأحد المقبل. وقال الوزير إن قراءة مسودة الدستور تعطي مؤشرات مقلقة، وإذا تم تتبع التطورات في السنوات الأخيرة بإمكان المرء أن يجد عدة أسباب وتحليلات تشير إلى أن أردوغان يتجه لتأسيس حكم فردي أو ديكتاتوري. مستمرون معكم في هذه النشرة ونتابع فيها. يابانية تخطط 80 من عمرها تحقق حلما قديما بالعمل كمشغل للموسيقى دي جي في أحد نوادي طوكيو. أهلا مجددا. وإلى استكمال النشرة، أعلنت رئاسة الجمهورية أن المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف سيختص بصياغة استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى اقتلاع الإرهاب. وذكر بيان للرئاسة أن المجلس سيعمل على تطوير الخطط الأمنية لمواجهة الخطر الناجم عن الإرهاب
وزيادة الوعي المجتمعي وتصحيح المفاهيم المغلوطة وتنسيق الدعم لأسر ضحايا العمليات الإرهابية. وقد أضاف البيان أن المجلس سيضم جميع الوزراء ورؤساء هيئات ومؤسسات الدولة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، مشددا على أن قوى الإرهاب لن تثني الدولة المصرية عن الاستمرار في جهودها لترسيخ الأمن والاستقرار ودفع مسيرة التنمية. قدم عدد من الأحزاب والشخصيات اللبنانية واجب العزاء في ضحايا حادثي طنطا والإسكندرية بمقر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في لبنان. وحضر العزاء وفد من الهيئة القيادية بحركة الناصريين المستقلين المرابطين، كذلك أمين عام حركة الأمة الشيخ عبد الله جبري على رأس وفد، فضلا عن عدد من التيارات اللبنانية. أكد الحضور دعمهم لمصر في حربها ضد الإرهاب. وفي ذات السياق، قدم رئيس حركة الناصرين المستقلين المرابطين العميد مصطفى حمدان تعازيه للشعب المصري في مصابه، مشيرا إلى أن الإرهاب آيل للسقوط وبداية سقوطه ستكون على أبواب القاهرة. أنتم صخرة هذه الأمة، عليكم ستستقر الأمة، وبكم ستكونوا أنتم الدرع الذين تحمون كل أبناء القمة. نحن نتوجه إلى أهلنا في مصر، إلى القيادة المصرية، إلى القوات المسلحة المصرية، خير أجناد الأرض، نقول لهم تقدموا الصفوف، تقدموا الصفوف. سيادة المشير عبد الفتاح السيسي، كما أنشأت لمصر المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب، عممه على كل الأمة العربية بمن حضر. ونحن على اقتناع تام أن هذه الظلمة الشديدة التي شاهدناها في أحد الشعنين بدماء أهلنا المسيحيين في الكنائس ستكون الظلمة ما قبل الفجر، لأن الفجر سينبلج. ونحن نقول لهؤلاء، للإخوان المتأسلمين ومن لف لفهم، إنكم لمنهزمون على أبواب القاهرة وفي كل مكان من أمتنا العربية. هذا وقال أمين عام حركة الأمة الشيخ عبد الله جبري إن مصاب المصريين واللبنانيين واحد، وإنه على الجميع أن يحذروا من الجماعات الإرهابية. لقد تعرضنا سابقا كما تعرفون لإجرام هذه المجموعات الإرهابية، واليوم نحن نستنكر، لكن المراد أيضا أن نكون يقظين، أن نكون على تنبه. اليوم العين هي على مصر، ندعو الله عز وجل أن يحمي مصر. نحن في عنا مأساة كبيرة في العراق، في سوريا، في ليبيا، في عدة دول عربية. اليوم هو الخوف الكبير على مصر وعلى جيشها. استقبل وزير الخارجية سامح شكري رئيس المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب سالفين أوريه والوفد المرافق له. قال المتحدث باسم الخارجية إن اللقاء تناول دور مصر في التفاعل مع المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان في إطار عضوياتها الحالية بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. من جانبه، قدم رئيس المحكمة الإفريقية خالص التعازي لحكومة وشعب مصر في ضحايا الإرهاب، كما قدم الشكر لمصر على دعمها للمحكمة الإفريقية، معربا عن تطلعه لاستكمال مصر إجراءات التصديق على بروتوكول المحكمة في أقرب وقت. امرأة ثمانينية يابانية عاشت 6 عقود من عمرها تدير مطعما عائليا، لكن الشغف بالموسيقى غير حياتها ولم يوقفها السن أو نقص الخبرة عن ممارستها. امرأة تخطت 80 من عمرها قررت أن تحيا حياة جديدة ومختلفة بعد أن قضت 6 عقود من عمرها في إدارة مطعم العائلة، ولكن في الليل تدور الاسطوانات في أندية طوكيو الليلية تحت لقب مشغل موسيقى أو دي جي. وبهذا العمر استطاعت أن تبهر الحشود ممن هم أقل من عمرها 60 عاما. إن لديها طاقة تتجاوز العمر، ويمكن أن تساوي طاقة أي شخص شاب هنا. عشق تشغيل الموسيقى تولد لدى المسنة الشابة بعد حفلة عيد ميلاد لابنها، ولكن الانسجام مع المناسب لمراحل الأعمار المختلفة وممارسة الإيقاعات المميزة والمتوائمة استغرق منها وقتا لتعلمه وإتقانه. عندما أشغل الأسطوانات أريد فقط أن تتطابق وتنسجم الألحان وأختار الموسيقى المناسبة، ولكن الأفضل على الإطلاق هو إذا كان الجمهور يستمتعون بأنفسهم ووقتهم. إذن لا تقل بعد الآن إن العمر قد مر، أو أنه لا مزيد من الأحلام، أو أن لا سبيل لتحقيقها بعد ما شاهدته، بل ابدأ من جديد وفي أي وقت طالما صاحب الحلم شغفاً.
يعد معهد الأورام بجامعة أسيوط ثاني أكبر معهد للأورام في مصر بعد معهد أورام جامعة القاهرة، والذي يقدم خدمات علاجية لأهل الصعيد ويوفر عليهم معاناة السفر للعلاج بالعاصمة. بنك للأنسجة، معدات ومعامل متطورة وكفاءات بشرية تعمل بعيداً عن ضوضاء العاصمة. ذلك باختصار أهم ما يميز معهد الأورام بجامعة أسيوط، ثاني أكبر معهد للأورام في مصر بعد معهد جامعة القاهرة. فالهدف هو علاج مرضى صعيد وتقديم خدمة طبية مميزة. من أهم الأبحاث اللي بنحس إن ليها تأثير واللي إن شاء الله ممكن بعد كده يبقى لها أثار، هي فكرة إن إحنا بنقيس مقياس تأثير دواء معين أو جديد أو مستحضر بطريقة جديدة على الأورام، سواء كان أورام دم زي المالتو والميلوما، أو سواء كان أمراض ثدي، أورام ثدي أو أورام القولون. ودي كانت أكثر الأبحاث اللي انتشرت في الفترة الأخيرة وطلع هنا من المعمل، وبالذات لو كان علاج بيتعمل بتقنية النانو تكنولوجي. وطبقا للإحصائيات يتوفد على المعهد سنويا 35,000 مريض أورام من مختلف المحافظات، وهو ما يمثل 42% من مرضى الأورام بالصعيد، مما يستدعي ضرورة الدعم الفني والمالي للمعهد. البحث العلمي ما هوش رفاهية، هو مطلب شديد للتنمية. عندنا مراكز بحثية كثيرة في الجامعة، يمكن من أهمهم عندنا مركز للنانو في نانو تكنولوجي في كلية العلوم، وده ابتدينا فيه يمكن في الألفينات، في 2006 تقريبا. أنا طبعا عندنا مشكلة في مصر كلها وفي الجامعات، يعني جامعة أسيوط، إنه ما يسمى بنزيف العقول. ويعكف الباحثون في نفس الوقت على استحداث طرق علاجية لأمراض الدم المختلفة وأنواع محددة من الأورام، مثل أورام الثدي والقولون، والتي تعد من أكثر الأورام انتشاراً بين المرضى المترددين على المعهد، أملاً في الوصول لبروتوكولات علاجية أفضل مما هو متاح اليوم. جسد عبد القادر آدم وهو طبيب أسنان صومالي قصة نجاح أسهمت في تجاوز أزمات من حوله بعد تكوينه أسطولاً من سيارات الإسعاف لإنقاذ ضحايا العنف والتفجيرات في الصومال. تعالوا نذهب إلى هناك. تقول الأسطورة إن النجاح ينبع من رحم المساء. هكذا جسد طبيب أسنان صومالي قصة نجاح ساهمت في تجاوز أزمات من حوله، حيث أنفق عبد القادر آدم كل مدخراته لتحويل سيارة فان قديمة إلى إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات، وذلك بعد أن شاهد بعض جيرانه الذين أصيبوا أثر تفجيرات ينزفون حتى الموت دون أن يتمكن من نقلهم للمستشفى. الآن وبعد 10 سنوات تحولت سيارة الفان الوحيدة إلى أسطول من سيارات الإسعاف المستعملة في هيئة أمين للإسعاف، يمكن ملاحظتها باستمرار في شوارع مقديشو التي أنهكت المعارك. إسعاف أمين هي الأولى لأنها خدمة الإسعاف الوحيدة المجانية في الصومال، لا سيما في مقديشو، ونحن لا نتعامل مع التفجيرات فقط، لكننا نتعامل مع النساء الحوامل حيث ننقلهن من البيوت إلى المستشفيات، كما نتعامل أيضا مع كل حالة الطوارئ. الصومال الذي يعاني من انفلات أمني مرتبط بتنامي تنظيم القاعدة الإرهابية فقد العام الماضي نحو 723 شخصا في الأقل، إضافة إلى وقوع إصابات بالمئات جراء التفجيرات والهجمات المسلحة، وذلك دون ما أي إمكانات طبية. الأوضاع الطبية المتردية في الصومال ترفع التساؤلات حول تخصيصات ميزانية الصحة التي تتجاوز 246 مليون دولار، ليؤكد مراقبون للمشهد أن هناك مزاعم فساد تشوب أداء الحكومة ليدفع البسطاء وأرواحهم ثمنا لها. ابتكر فريق بحثي بكلية الدراسات العليا جامعة بني سويف طريقة جديدة لتنقية مياه الصرف الصحي والاستفادة من الطحالب لإنتاج الطاقة. في الأردن ابتكر فنانون طرقا جديدة في إدخال الجمال إلى المطبخ عن طريق تحويل اسطوانات غاز الطهي إلى قطع فنية فريدة، وها هي بعض النماذج من هذا الجمال تعرض على الشاشة.
كان هذا كل ما لدينا في هذه النشرة مشاهدينا الكرام. وقبل الختام إليكم تذكرة بالعناوين. وزير الدفاع الأمريكي يقول إن هدف واشنطن في سوريا ما زال هزيمة داعش. البرلمان يوافق بالإجماع على فرض حالة طوارئ. انفجار 3 عبوات ناسفة قرب حافلة تقل فريق دورتموند الألماني وإصابة مدافع الفريق. ختام هذه النشرة من أون لايف. شكرا لكم، في أمان الله.